دباير نانا دباير نانا دباير نانا. دبارت اليوم بالذمة للبنات اللي عمرهم ما دخلوا الكوجينة وما يعرفوش التريكن وأسرار الكوجينة، وبالأخص للي يخافوا من النار وتشعل الغاز. إلا لما غير ما نطول عليك الهدرة الزايدة ونعطيك ملخص الحديث والفايدة باهي. يا سيدك بن سيدي، كان نهار الله لا يقدر نسيت زيت فوق النار وشعل لك الزيت ما غير لا تتفجع ولا تدخل بعضك، سهل ياسر. الحل الكل كي تغطي بغطانة الكسرونة وإلا ترمي عليه أي منديلة باش بالطريقة هذه النار تهمت، وإلا تنجم زيادة ترش عليه ملح. بهيش توه عندك ثلاثة حلول، يا تغطيه بالكسرونة، يا ترمي عليه منديلة باش النار تهمت، يا ترش الملح وتو في لحظة النار الكل تصفى وما يبقى منها شيء. ورد بالك ورد بالك، لا تنسى زيت سخون فوق النار وديما حل عينيك في الكوجينة. الحاصل آية توا نخليك شهية طيبة وإن شاء الله نهارك زين. دباير نانا دباير نانا دباير نانا.